بدء التشغيل عادة يصيب أول منطقة من القرص الصلب. يعني لما تجي تشغل الجهاز أول شيء يشوف الحاسب هذا هو اللي هاجم، هذه المنطقة اللي هاجم. بوت سيكتر. بوت سيكتر. قبل ما تظهر شاشة الويندوز. وهذا يعتبر من أصعب أنواع الفيروسات. من يعني صعب عليك إنك تزيل. النوع الثاني الفيروس التنفيذي. هذا يتعلق بالملفات التنفيذية. وهذا أول ما تشغل ملف التنفيذي هذا الفيروس يبدأ ينشأ. ويقوم ينسخ نفسه في الذاكرة فيصير ملفات تنفيذية ثانية غير اللي صار أول. أول ما تشغل ملف تنفيذي ينشط الفيروس ويقوم بعمل نسخ أخرى فيصير ملفات تنفيذية أخرى. فيروس الماكرو. هذا الفيروس يصيب وحدات الماكرو الموجودة في التطبيقات مثل مايكروسوفت وورد أو إكسل أو الباوربوينت وغيرها. ويعمل أول ما تشغل الجهاز يعمل تلقائيا. ويقوم مثل اللي سبقه يقوم بعمل نسخ أخرى. النوع الثالث النوع الرابع فيروس حصان ترواده. هذه عباره عن برامج فيروسيه ذاتها، يعني هي برامج فيروسيه قوم بعكس ما يفعله مشغل البرامج، بعكس ما يعتقد مشغل البرامج. مشغل البرامج يقوم بشيء ويتقوم بعكس ما يقوم، وهي كانها لعبه يقوم بها المستخدم. بعد ما ينتهي من اللعبه تبدا الاضرار تظهر. النوع الأخير فيروس الدودة. هذا ما يأثر على ملفات في الحاسب بس يقوم يصنع نسخ على الشبكات بسرعة كبيرة جدا، مستغل ضعف الأمان في الشبكة ويسبب تعطيل في الشبكات وتوقفها عن العمل. أخيرا كيف نتباعد عن الفيروسات وكيف نعالج الأضرار؟ لا تقبل أي ملفات من أشخاص لا تعرف. شوف كثير من الروابط ترسل لنا إحنا ما ندري وش هاي، فما نقبل أي ملف في الرأس. 2 قم تحميل برامج مكافحة الفيروسات وهذا مهم جدا. علاج أي فيروس وتوخر الحذر. الحذر من ثلاثة لا تفتح الملف وإنما قم بحفظه ثم فحصه البرنامج مكافحة الفيروسات. في استاذ يقولوا إذا سويت كليك يمين فتح ما يدخل الفيروس. كليك يمين فتح؟ أنت مجرد سويت عليه كليك يمين نشط الأوامر اللي وياه. على طول يروح يركب لك في الذاكرة. لا تحمل على جهازك ملفات إلا من مصدر مشروع. شوف في النت كثير من البرامج موجودة لكن مو من مصدر رئيس لها، شوف عليها فيروسات كثير. عند تشغيل الجهاز تأكد من عدم وجود أقراص في محرك الأقراص. احنا قلنا ان من أسباب انتشار الفيروسات من وجود الأقراص، وهذه الأقراص يمكن موجودة على الفيروسات في الدقة إلى الجهاز. حافظ دائما على تحديث نظام التشغيل، هذا يساعدك على أن تتباعد عن فيروسة. تأكد من خلو جهازك من فيروسة قبل أن تعد نسخة احتياطية. الله يعطيكم العافية. شكرا. طبعا يا شباب هذه الفيروسات أساميها زي ما شفتوها عربية، حصان طروادة، الدودة، المادري إيش، ولكن لما تجي إلى تسمياتها حتى العرب هدوها كرسي علي، حتى العرب لما يتعاملوا يا برامج الأنتي فيروس والفيروسات يسموهم بمسمياتها العالمية. يعني الدودة وش اسمها؟ وورم. حصان طروادة تروجن أو تروجن هورس. الإكس اللي هو تنفيذي إكسيكيوتابل فيروس اللي هو وشو بعد الماكرو زي ما هو ماكرو اللي يجوا برامج أوفيس. البوت سيكتور
وش سمعتكم في الكتاب؟ بدء التشغيل تقريبا، هذا اسمه البوت سيكتور فيروس وهكذا. تفضل. البرامج اللي تنقل معلومات الى المستخدم ثاني ايش تعتبر فيروس؟ تنقل معلومات الى مستخدم ثاني، احيانا تكون باتشات، احيانا يسموها سيرفرز، كلها جوية الفيروس. انت قصدك البرامج اللي يستخدموها الهاكرز مثلا؟ إيه، هذا تعرض الهاكر نفسه انه يكون ضحية بعد. كيف في هذا الفيديو؟ وشو موضوعكم؟ موضوعنا اليوم بيئة تشغيل الحاسب الآلي. اول شيء لما انت اول ما تخطر على حاجة على بالك كلمة بيئة، يعني هو شيء ما ترفع لي اي شغل، نقول لك بيئة حبيب مكان لا تكون فيه لا تعيش. تمام. لما نجي نعرف بيئة تشغيل الحاسب الآلي، يقول لك هي البيئة التي تحب جهاز الحاسب أثناء تشغيله، يعني تحب طاولات، كراسي، أي حاجة تحب الجهاز الحاسب هذا تقدر تسميها بيئة تحب الجهاز الحاسب الآلي. بعد ذلك تقول لك وذلك يقول لك تؤثر فيه بدرجة قد تكون أعلى من البيئة الكهربائية، يعني قد تكون البيئة المحيطة بجهاز الحاسب الآلي أعلى أهمية أو أكثر من البيئة الكهربائية. بعد ذلك يجيك بعد ما تنتهي من تعريف البيئة تشغيل الحاسب الآلي، تجيك حاجة تأثيرات بيئة التشغيل على الحاسب الآلي، يعني هذا الحاسب الآلي لما أنت تشغله في حوايج تأثر عليه قد تكون إيجابية قد تكون سلبية، بس إحنا اليوم نتكلم عن الأشياء السلبية. اولا نتكلم لك عن الموجات عاليه التردد، خلينا وثانيا يقول لك الكهرباء الساكنه والغبار والجسيمات الدقيقه والحراره والبروده العاليه، نتعرف عليها واحده واحده بالتدريج. الموجات عاليه التردد، يقول لك الموجات عاليه التردد تصدر من اسباب. وش هي الاسباب؟ لما تجيب انت مثلا جوال، عندك جوال وتجي تقربه من جهاز الحاسب الالي، بتصير عندك زي ذبذبات، ما ادري احد جرب من قبل ولا لا اثناء الاتصال. ما الاتصال أيضا، وحتى لو تجيب أي جوال فيها ترددات عالية قد يكون عندك تشوش في الشاشة. تمام. وبعدين الأضرار بعد ما يسوي هذا قد تنتج لنا أضرار. أولا تلف الدارات الإلكترونية والأقراص المغناطيسية المخزنة البيانات، قد بيانات عندك قد تنحدث أو يصير فيها خلل ما أو ما تقدر تفتحها، وهذا اللي يحصل. والشيء الثاني توقف عمل البرامج، يعني تحاول تشغل برنامج وتجيب عندك الجوال قد يأثر إنه ما يفتح لك هذا البرنامج أو يسوي لك مشكلة، وقد أحيانًا بعد يبطئ عمل الجهاز الحاسب الآلي. بعد ذلك يقول لك وسائل الحماية، إحنا كيف نحمي الجهاز من هذه الموجات عالية التردد؟ بساطة يعني واحد يقدر يقين واحدة، كيف نقدر نحمي الجهاز؟ تمام. أول خطوة يقول لك إنك إبعاد الأجهزة التي تصدر الموجات عالية التردد زي ما قلنا، زي الجوال والأجهزة الثانية والأخرى. ثاني حاجة عزل الكيابل والأسلاك والدارات داخل الحاسب عزلًا جيدًا عن البيئة الخارجية. يعني انت لما تجي احيانا تشغل الكيبورد حقه في التوصيله حقتكم اللي تحطوها، لا تخلي الكيابل شوي كيبل الى الشاشه كيبل، هذا قد تسبب لنا اضرار ثانيه اخرى. وهذا اهم الحوائج. احنا نسولف هذه النقطه في حلقه كامله لزميلك. يعطيك العافيه محمد. الكهرباء الساكنه لها اسباب معينه، منها الاحتكاك الحاصل بين الحاسب والأجسام الشاحنة للكهرباء الساكنة ينتج تفريغ للكهرباء، ويوجد عوامل تؤثر بهذا الشيء، منها جسم الإنسان ينشر حقل كهربائي من الممكن أن يولد كمية هائلة من الجو. نقص الرطوبة، هذه عادة تحصل عادة في الشتاء، تنقص الرطوبة وتسبب لنا كهرباء ساكنة. الأجسام التي تدخل فيها المواد الطبيعية كستائر الحرير والسجاد المنسوب، وتوجد لها أضرار، منها توقف البرامج في وحدة المعالجة عن العمل، توقف عندك بعض البرامج وتسبب لك مشاكل، ومنها إتلاف لعدد من الدارات الإلكترونية مثل الموجات عالية التردد. هل عندك سؤال؟ يعطيك العافية علي. غبار الجسيمات دقيقة، وهذا أغلب شيء تصير فيه جزء. تعريفها من الأسباب، يعني تراكم الغبار والجسيمات الدقيقة على القطع الإلكترونية داخل الجهاز وتتكون على الشرايين، مثل الحين الأجهزة اللي ما تشتغل من زمان تتكون داخلها وتتعطل،
أضعها ارتفاع درجة حرارة مما يضعف أدائها، مثل لأن الغبار يغطي عليها فما يخلي فيها تنفس فتزيد حرارتها، وتعطل أجهزة التخزين المغناطيسية، وعدم حصول المغناطيس الكافية للأقراص مما يؤدي إلى الأخطاء في البيانات مثل السيديات. سيديات بعض الشيء ما يشتغل إذا ما استخدمته من زمان. وسائل حمايتها من الأكل والشرب من الأجهزة الحاسب مثل الأسقاط، خلي الشرب بعيد. مسح الأسطح الخارجية بلاستيك لازم نمسحها عشان تكون طبقة غبار، وإزالة الغبار والقاذورات باستخدام علبة الهواء واستخدام جهاز منقي الهواء. هذه الصورة مثلا للغبار متراكم على المذربورد اللو، وهذا مضخ الهواء لأن ما نقدر نستخدم الماء، إذا استخدمنا الماء يخترب. الحرارة والبرودة العالية، الارتفاع والانخفاض الملحوظ في الجهاز يمكن سببها تعطل المروحة، هذا أضراره تلف بعض الأدوات لداخل الجهاز، تلف الأقراص المغناطيسية في الهارد ديسك، حدوث أخطاء في قراءة البيانات في وحدة التخزين يمكن أن ينحذف البرامج اللي. إذا ما في ينحط مرو لازم تروح. استخدام الأجهزة التكييف لتوفير أجواء مختزلة زي هذه، يحطوها جنب الجهاز على الفتحة، فتحت حق اللابتوب صار لابتوب حذف. الله يعطيك. أصلاً العنوان مو ظابط وياه، بس هو في ثلاث نقاط، النقاط هو تحدد العنوان، بس ما أحس ظابط العنوان يعني النقاط. أول نقطة هي معلومات عن النظام، ثاني نقطة هذا ليزر عندك ها؟ يمكن بعضكم يعرف أن نظام التشغيل سهل يعني، لكن لما أسألكم وش نوعية المعالج وكم تبقى سرعة، هو ممكن صعب السؤال شوية، بس يمكن إذا واحد خبير يمكن يعرفه. أما في بعد سؤال لما أسألكم يا كم حجم قرص الصلب في الجهاز، هذا السؤال ممكن صعب وما حد يعرف له. إذا بغينا نعرف كل هذه المعلومات نرجع لمعلومات عن النظام وطريقة الوصول إليها. طريقة الوصول إلى هذه المعلومات، أول شيء تنقر ابدأ في شريط المهام لتحت، بعدين انقر اختيار تعليمات ودعم، وبعدين استخدم الأدوات لعرض معلومات الكمبيوتر وتشخيص المشكل، انقر معلومات جهاز الكمبيوتر تظهر نافذة انقر حسب الاختيار. أنا بشرح لكم الحين هنا، هذه ابدأ لما تضغطها الخطوة الثانية انك هذه تعليمات ودع، نفس الأماكن كمبيوتر انفورميشن 5 من فوق ماي كمبيوتر انفورميشن، هذه أربع خيارات انت الحاجة اللي تبغاها موجودة، تبغى معلومات عن معلومات عامة مع تحسن هذا الويندوز اكس بي طورت هذه طبعا ميزة، طريقتها كالتالي اطلع من تنقر على ابدأ بعدين تختار طبق انت طبق اطلع من
يدخل على تحفظ الملفات البرامج تصدار البرامج الملحقة بعد الأدوات النظام تختار استعادة النظام بعد تضغط إنشاء برامج الملحقة تروح السيستم دوز ادوات النظام واستعادة النظام نفس الخطوات لكن يختلف احنا نروح استعادة الروتر الى وقت سابق مو انشاء نقطة جديدة من نقطة استعادة نسوي التالي احنا يطلع لك اخر عمليات الاستعادة مع التاريخ اقدر اغلط هنا بس ما هم استرجع الى هذا وهنا الجدول يحط لك إذا أبغى استعيد إلى هذه النقطة مثلاً أضغط عليه هو أسوي تالي لكن أنا ما أبغى بس تمام زين أستاذ إذا هو الكمبيوتر ما يشتغل نقاط الاستعادة ما تشتغل إلا إذا نظام التشغيل